السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم فيديو جديد في القناه. لاول مره كيشوف القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. معك هناء وصحابتي الغزالات اللي ديما متبعيني، كنقول لكم شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم حتى نتوما في هذا الفيديو. يا اختي، هذا الفيديو ديال اليوم ما كاين لا روتين تنظيف لا حتى شي حاجه. انا جيت جلست باش نهضر معكم ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. صراحه هذا الفيديو درتو تحت طلب بزاف ديال البنات اللي كانوا كيعطوني بزاف ديال الاسئله عندها علاقه بالسكن الاقتصادي، وكانوا كيقولوا لي زعما ما كرهناكش تجاوبينا، تشاركي معنا التجربه ديالك بما انك ساكنه في السكن الاقتصادي. المهم اختي، اول حاجه نشارك معكم التجربه الخاصه ديالي ونقول لكم شنو هما الحوايج اللي حنايا درناهم، المهم المراحل اللي دزنا منهم، ومن بعد غنجاوبكم على الاسئله ديالكم. صراحه عندي بزاف ديال الاسئله ومقدامين حيت ما يمكنش لي نعقل عليهم، داكشي علاش هما قدامي هنايا اللي غادي نجاوبكم عليهم. المهم كنت قلت لكم في انستغرام خليوا لي الاسئله ديالكم، تبارك الله جاوني بزاف ديال الاسئله وغنحاول كاين شي اسئله معاودين غنحاول نجاوب على هادشي كامل. ولكن قبل اول حاجه غادي نقول لكم بالنسبه للاصلاحات، اول حاجه البنات النصيحه اللي نعطيها لكم، اي وحده يلاه غادي تسلم الشقه ديالها في السكن الاقتصادي ولا يلاه ناويه تشري، ما ديروش الاصلاحات البنات من الاول، ماشي تاخذوا الساروت ديال الدار نيجا تبداو الاصلاحات. انا نقول لكم علاش، لانه كيبانوا دي ديفو كيبانوا مع الوقت. تقدري مثلا ديري الاصلاحات في شي بلاصه ويخرج لك شي فويت ولا شي حاجه وتولي معاوده كلشي ازيرو. بعد انا نشارك معكم التجربه ديالي. حنايا البنات كنا خدينا الدار في شهر 12 وتزوجنا حتى شهر 8 اللي من بعد، المهم كان راجلي خدا السيرو في شهر 12 وخدي، وحنايا مشينا سكننا في الدار حتى شهر 8، يعني من شهر 12 حتى شهر 8 داز 8 شهور عاد سكننا. وفداك المده ديال 8 شهور غنقول لكم شنو درنا. المهم بعد اول حاجه درناها هي الزليج، ركبنا الزليج، ولكن داز واحد المده ديال 6 شهور فحال هكاك من بعد ما تسلمنا الدار بداو كيسكنوا الناس وداكشي كامل عاد ركبنا الزليج. المهم انايا باش ما نترونش حتى انايا زعما باش نشارك معكم التجربه ديالي وما نرونكمش، غنقول لكم كاع هذاك الشيء اللي درناه والحاجه اللي عاقله على الثمن ديالها راني غنقولها لكم، والحاجه اللي ما عاقلاش على الثمن ديالها المهم سمحوا لي وصافي. المهم انايا الفكره ماشي هو نشارك معكم الاشمنه ديال الاصلاحات، ولان كل واحد على حسب شنو كيدير، على حسب النوعيه ديال الزليج، على حسب النوعيه ديال الصباغه. نقول لكم غير شنو هما الحوايج اللي بدينا بهم، لانه حيدوا الحوايج الكبار اللي فيهم الروين اللي فيهم التهريس وبقاو غاديين خطوه بخطوه. حنا اول حاجه كنا عارفين راسنا شنو باغيين نديرو، اول حاجه خصكم تجلسوا مع راسكم تهضروا تشوفوا الدار شنو خاصها، شنو غادي يتبدل، شنو غادي يبقى، ماشي تبقاو مرونين كل مره تخرج لكم حاجه في شكل. من الاول خذوا قرار قولوا هذه غنخليوها هذه غادي نبدلوها، ماشي حتى تسكنوا وتناد معكم الحال حتى تجيبوا الفراش عاد بداو تهرسوا بداو تريبوا بزاف ديال الحوايج. المهم اول حاجه البنات درناها هي ركبنا الزليج للبالكون، الكوزينه ما بدلنا فيها حتى شي حاجه خليناها كيف ما هي، ركبنا الزليج للبالكون زلجناه كامل حتى من السقف ديالو حتى هو تزلج. هذه اول حاجه. ثاني حاجه درنا الزليج في السراجم، زلجنا السراجم كاملين. وثالث حاجه درنا الزليج في الحمامات، ماشي درنا لي زليج غير كملناه. المهم انا غادي نحاول نخلي لكم تصاور هكايا في هذا الفيديو هذا ديال زعما ديال الزليج اللي زدنا في الحمام. البنات اللي متبعيني راهم عارفين كاع الاصلاحات وكاع داكشي اللي درت. البنات اللي جدادات في القناه واول مره غادي يشوفوا هذا الفيديو، انا راني دايره جوله في الحمامات بجوج بهم، تقدروا تشوفوهم في الحمام ديال الضياف والحمام الثاني، دايره جوله في الكوزينه، صورت معكم البالكون، المهم صورت انا مصوره معكم تقريبا الدار كامله الا الصالون اللي ما عمرني ما صورته معكم. من بعد البنات من بعد ما درنا الزليج، هاد الزليج هو الحاجه الوحيده اللي درناها قبل ما نسكنوا في الدار. صافي من بعد ما درنا حتى شي حاجه، كنا صافي درنا العرس وجينا سكننا. اول سبب ما كناش بغينا نزربوا في الاصلاحات، وثاني حاجه صراحه ما كانوش الفلوس باش نصلحوا ديك الساعات، وحنا كنا قلنا اللي بغينا نديروا شي حاجه خصنا نديروا شي حاجه زوينه. دونك فاش جينا سكننا ما كنا دايرين حتى شي حاجه من غير اننا ركبنا الزليج في الكوزينه وكملنا الزليج في الحمام والسراجم، ما كنا لا مصبغين الدار لا مجهري لا فراش لا حتى شي حاجه. وكما قلت لكم البنات اللي متبعيني شحال هادي راه عارفين هادشي، انا الحاجه الوحيده اللي شريتها قبل ما نجي نسكن في الدار هي اننا شرينا واحد البلاكار صغير هكا باش نبقاو نديرو فيه حويجاتنا، وشرينا لولي على قبل بيت نعاس، ثلاجه ما كاين الصابون
وشوف هذا الشيء اللي شرينا صافي. بالنسبه للكويزينيير شريناه من بعد، بالنسبه للفراش والشيء الاخر كله، لي طابي التلفازه ما كانتش، بزاف ديال الحوايج، كل شيء هذا الشيء درناه من بعد. مهم كيف ما قلت لكم، فاش جينا سكننا الدار كان الحاجه الوحيده هي دايرين الزليج. من بعد البنات صبغنا الدار، عاودنا الصباغه ديال الدار كامله، درنا الصباغه ديال الخيال، طلعت علينا الخايفه علاش حيت صبغناها راسنا، راجلي هو اللي صبغها. باش نقول لكم هذه القضيه البنات، انا راجلي ما عنده حتى علاقه بالصباغه ديال زعما بالخدمه ديال الصباغه، خدمته بعيده كل بعد على الصباغه، ما عنده جامي كانت عنده شي اكسبيريونس ولا زعما صبغ شي حاجه ولا هذا، مع عمره ما صبغ، ولكن شاف لي فيديو وشاف كيفاش كتصبغ الصباغه ديال الخيال وقرر انه يصبغ راسو. علاش؟ لانه غاليه، فريمون غاليه بزاف، حيت كنا جبنا واحد الصباغ قلنا ليه زعما بشحال تصبغ لينا الدار، قال لينا 10000 درهم. حنايا شنو درنا؟ مشينا بقينا كنشوفو زعما كيفاش وهذا. صراحه هو كانت الفكره ديالو، حنا قلنا صافي اش غنديرو، ما نديرو غنديرو صباغه عاديه. من بعد قال لي عرفتي اش غادي ديري الخير، غادي نديرها لراسي. قلت له راه غادي غير دير شي مصيبه، قال لي لا غادي نديرها لراسي. بقى كيشوف هكا لي فيديو في يوتيوب وهذا وصبغنا. انا قلت لكم هذه القضيه شاركتها معكم، وراني مشاركه معكم فيديو ديال الصباغه وكيفاش وداكشي كامل. الا بغيتو تزعمو تصبغوا الدار راسكم غير زعمو، حيت حنا النتيجه ديال الصباغه ديال الخير اي واحد يدخل عندنا الدار كيسحب لي غير شي صباغ اللي مصبغه، مع انه ما عمره كانت عنده شي تجربه. هذه هي الحاجه اللي درناها. من بعد ما صبغنا الدار جات المرحله ديال الباركي، لانني انا دايره الباركي، ومن هذا الفيديو غادي نستغلو غنجاوبكم على التجربه ديالي مع الباركي، لان البنات كيسولوني كيقولوا لي واش ما ندمتيش، كيفاش كانت التجربه ديالك؟ البنات ما ندمتش حتى 1%، عرفتوا الباركي شي حاجه اللي زوينه بزاف. اول حاجه كاين فرق ما بين البرد ديال العام اللي فات والبرد ديال هذا العام. البرد ديال العام اللي فات البنات كان جا عندي قاصح في الدار، الدار كانت كازه. هاد العام الحمد لله الباركي سخن لي الدار واحد شويه. اول حاجه هي انه سخن الدار، ثاني حاجه تهنيت من داك السياق، عرفتي داك الزليج كان فاقصني، كنعيا من مسح فيه، نعيا من نسيق فيه، كيتوسخ لي دغيا. دابا الباركي هكا كندوز عليه جفاف جوج المرات كاع في السيمانه، غير كندوز الطابون كيبان لي نقي. وثالث حاجه كيعطي واحد المنظر زوين، مهما كانت الدار بسيطه، مهما كانت صغيره ولا كبيره، كيعطيك واحد المنظر لي زوين. مهم صافي قلت لكم درنا الباركي. من بعد الباركي بدينا بشويه بشويه كنشريو الفراش ديال الدار، بدينا كنشريو حاجه بحاجه. انا ما غنهضرش لكم على الفراش لانه ماشي هذا هو الموضوع ديال الفيديو، ومع انني انا باقا في هذه المرحله، باقا غير الاصلاحات اللي صافي فريمون ساليناهم، ما بقيناش غنزيدو مازال شي حاجه في الاصلاحات. صافي قلت لكم حنا هذا الشيء اللي درنا، ما درناش شي شونجمون كبير، حدنا اننا ركبنا الزليج، صبغنا عاودنا الصباغه ديال الدار كامله، وركبنا الباركي. بالنسبه للباركي البنات اللي كيسولوني بشحال تقام عليك الباركي، البنات الباركي تقام علينا الدار كامله كنقول لكم ما بين 9000 و 10000 درهم. المهم ما عنديش لو مونطون اكزاكت، المهم تقام علينا ما بين 9000 و 10000 درهم، مع اننا دايرين نوعيه زوينه. الكاليتي ديال الباركي اللي دايرين راه زوينه، وبزاف ديال البنات كاع فاش كيشوفوا كيبان لهم داك اللمعه كيسحب لهم غير زليج، كيقولوا لي واش هذا جاغ فليكس ولا زليج. لا البنات هذا الباركي وهذه النوعيه ديالو زوينه، كتخلي واحد اللمعه زوينه فيه. مهم انا قلت لكم زعما المراحل اللي دزنا منهم قبل من اننا نبداو الفراش. ودابا اختي غنبدا نجاوب على الاسئله ديالكم اللي وصلوني في انستغرام، غادي نحاول نجاوب على الاسئله كاملين ما عدا الاسئله اللي معاودين، حيت كاينين شي اسئله تعاود. اول حاجه بعدا سعاد، هذا كنقول لك تحيه ليك، قالت لي شنو اللي زدتي في الدار وكيف كانت الدار افون اي ابري. مهم هذا السؤال تقريبا راه جاوبت عليه، راني قلت لكم شنو اللي زدت في الدار، شنو اللي بدلت، كيفاش كانت الدار افون. الدار كانت بحال اي دار في السكن الاقتصادي، راكم عارفين الدور ديال السكن الاقتصادي كيعطوهم لكم فيهم صباغه عاديه ديال الكاوتشو، حنا كنسميوه صباغه الكاوتشو، ما عرفتش نتوما شنو كتسميوها. صافي بالنسبه للزليج راه ما عمر ما كيكون طالع حتى للفوق، غير حنا اللي طلعنا حتى للفوق في الحمامات. في الكوزينه صراحه ما طلعناش، قلنا ماشي مشكل يعني الحمام، لان الحمام كي مع التدواج وهذا من الاحسن باش الصباغه ما تبقاش هكايا كتنفخ لك وكتخسر لك. المهم نحاولوا ندوزوا السؤال الثاني. المهم هنايا بنت سولاتني قالت لي فينا بلاصه موجودين في كازا وشحال دايرين. بالنسبه لهذا البروجي اللي انا ساكنه فيه كاين في بوسكوره، وشحال دايرين؟ 25 مليون البنات. السكن الاقتصادي راه هو كيكون تقريبا ما بين 23 مليون وقلة 25 مليون، يمكن ما فايتش 25 مليون على حسب الموقع، حيت الثمن كيتبدل على حسب الموقع ولا حسب يمكن المتراج. المهم انا خديتها ب 25 مليون. عاوتاني نفس السؤال، بشحال خديتي الدار في السكن الاقتصادي؟ المهم 25 مليون.
اختي بغيت نشري كريدي باش تنصحيني. بالنسبه للسؤال ديال الكريدي ما عندي عليه حتى شي معلومه صراحه البنات، لاننا حنا ما شريناش صراحه الدار كريدي، ما عارفاش زعما ما عارفاش شنو خاص وشنو مطلوب وداك الشيء كامل باش انك تاخدي كريدي. وانا زعما يا في هذا الموضوع ديال الكريدي، ما لان البنات يمكن اللي حضروا معايا واحد المره اللايف راه عارفين الراي ديالي في الكريدي، ما كنبغيش نهضر عليه، ولكن الله يكون في حسن العوان، كل واحد صراحه كيدير داكشي اللي هو كيبغيه. واحد البنت سولتني قالت لي صداع واش كيكون مسموع. البنات خصكم تعرفوا واحد القضيه، سواء كنتي ساكنه في سكن اقتصادي، سواء كنتي ساكنه في عماره ماشي في سكن اقتصادي، في اي بلاصه راه فاش كيكونوا عماره فيها بزاف ديال لي زابارتمون سي نورمال انهم كيتسمع هكا صداع شي شويه. راه يمكن دابا انا راه كنهضر معاكم يمكن تسمعوا هكا شويه تقرقيب ولا شي حاجه عادي، شي حاجه عاديه، غير هو داك القضيه ديال تكوني جالسه وتسمعي اللي حداك شنو كيقول، ولا داك الهضره كامله، ولا داكشي اللي كنسمعوا فحال هكا. بعدا انا كنهضر على التجربه ديالي، زعما نقدر دابا نقدر نحكم زعما بما انني عام ونص وانا ساكنه هنايا، ماشي لديك الدرجه ما كنسمعش الناس شنو كيقولوا، وما كنسمعش الصداع بزاف، كنسمع تقرقيب عادي، كنسمع شي واحد اللي كان كيغوت هكا من بعيد عادي. يعني كنظن اي بلاصه سواء ساكن اقتصادي سواء ماشي ساكن اقتصادي، فما كنتي ساكنه راه الا كانوا الجيران كيغوتوا راه غتسمعيهم، كانوا كيقرقبوا راه غتسمعيهم، راه غير واخا تكوني ساكنه في فيلا، الا كانت الفيلا اللي حداك فيها الحيحه والصداع راه كي غادي تسمعيها. اما داك القضيه ديال زعما جارك تسمعي شنو كيقول، تعرفي فاش كيهضر وداكشي كامل، زعما ماشي للدرجه. المهم ندوزو سؤال واحد اخر، اختي بغيت نشري كريدي باش تنصحيني، وهذا السؤال واقيلا قريتو. ندوزو لواحد اخر، شريتي كاش ولا كريدي؟ البنات حنا شرينا كاش، وغادي نقول لكم الطريقه زعما من بعد نكمل الاسئله، غادي نقول لكم زعما كيفاش زعما المراحل اللي دزنا منهم كيفاش تخلصناهم كاش. سؤال واحد اخر، بغيت نعرف الثمن تقريبا والاقتطاعات، واش بصح الدار كتخلصيها بالدوبل بحال الدار ساويه 25 كتخلصيها بشي 4؟ المهم يمكن هذا السؤال عنده علاقه بالكريدي صراحه ما عرفتش. المهم انا اللي عارفه عندي واحد صاحبتي واخده دار في سكن اقتصادي في كريدي، الاقتطاعات ديالها كيقطعوا لها هم 1300 درهم في الشهر، هذه هي اللي نقدر نقول لك حيت صاحبتي وقالتها ليا، اما التفاصيل صراحه ما عنديش. ندوزو سؤال واحد اخر، شيماء قالت لي شحال عندك من متر؟ كتبان لي الكوزينه كبيره تبارك الله، الله يبارك فيك حبيبه ديالي. بالنسبه للدار فيها 70 متر البنات، بزاف ديال البنات كتجيهم في شكل زعما دار في سكن اقتصادي فيها 70 متر. البنات ملي كتكوني خارجه المدينه بحال دابا مثلا بوسكوره راها خارج كازا، بعيده على كازا بواحد شويه، ضروري كتلقاي الديور كبر من وسط المدينه. اما الا بغيتي تسكني في السونتر ديال كازا، بغيتي تاخدي ابارطمون قريب للمدارس قريب لي موين ترونسبور، ما غاديش تلقاي دار كبيره الصراحه. حنا يمكن حجينا بعادين شويه، داكشي علاش. واغلبيه لي بروجي اللي كاينين حدايا فيهم الديور فيهم 60 متر والفوق. مهم عندي سؤال واحد اخر، بغينا اقتراحات وحلول في المساحه وشي افكار جديده. اكيد هاد السؤال ما نقدرش نجاوب عليه، خصني نوريك. واكيد غادي نحاول دائما نبقى نشارك معكم هكايا افكار ديال الديكور، وهادشي راه دائما كنديرو معكم. البنات اللي ديجا شايفين الفيديوهات ديالي راني دائما كنشارك معكم الديكور ديال الدار، كنشارك معكم المشتريات ديالي كيفاش كنصدق، كيفاش كنحاول انني زعما نورغانيزي الدار ونقاد. واخا 70 متر البنات راه كيبقاو لي شومبغ صغارين، راه ما تقوليش زعما 70 متر وكتبان لك الدار كبيره، ضروري خصك تلقاي ديكور اللي غادي يناسب المساحه ديالك. ندوزو لسؤال واحد اخر، السلام اختي نتمنى تكوني بخير. الحمد لله حبيبه ديالي هادي حنان، انا بخير انت بخير. عندي سؤال، واش السكن الاقتصادي اللي واخده فيه انت ب 25 مليون وفيه ثلاثه ديال البيوت 25 مليون حبيبه ديالي وفيه ثلاثه ديال البيوت؟ سؤال واحد اخر، ما عندي ايميل، شحال التصبيق وامتى كيعطيو التسليم؟ بالنسبه للدار واخا حنا شريناها طنان، راه فيها التصبيق، ومع العلم راه كاينين الناس معنا هنا شارين كريدي. غنشرح لكم بالنسبه للبروجي اللي انا شريت فيه، شرينا سوغ لو بلون. حنا فاش شرينا الدار شفنا، المهم كان شاف راجلي ابارطمون تيموا، ومن بعد كانت هذه العماره اللي حنا شرينا فيها كانت باقا كتبنى، يعني كانوا باقيين ما بناوش، كانوا دايرين البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج تصبيق 15 مليون، والريد شوسي والتخوازيام ايطاج، حيت حنا حدنا التخوازيام ايطاج هنا ما عندناش كاتريام ايطاج، تصبيق 10 المليون. خصك ضروري تعطيهم هاد التصبيق، ومن بعد فاش كتبغي تسلمي الدار هذيك الساعه سواء كتكملي لهم كاش، ولا كتكوني دفعتي الدوسي الكريدي ديالك وتاكوردا من عند لابونك وكتكملي زعما الباقي كريدي. بالنسبه لينا حنا حيت ساكنين في الدوزيام ايطاج كنا سبقنا 10 15 المليون حيت في الدوزيام ايطاج،
ومن بعد عام وربع شهور عطاونا الدار. كانوا قالوا لينا عام ونص وعطاوها لينا صراحه في عام وربع شهور. من بعد ما تسلمنا كملنا لهم 10 مليون، وعاد هذيك الساعات لي فري ديال السان ديك والنوطير وشي لاخر. اما الدار راه كتكون ب 25 مليون كتخلصيها لهم، عاد كيجيو لي فري وحدين اخرين. سؤال واحد اخر، انا باغا نشري في السكن الاقتصادي ومتخوفه صراحه. عادي كلشي كيخاف فاش كيبغي يشري. انا كنت خايفه، كنقول ناري عندك يكون فيها مشاكل، خصوصا هادشي اللي كنسمعوا على لي ديفو اللي كيكونوا في السكن الاقتصادي وهذا، كنقول عندك زعما لقاو شي مشكل ولا شي حاجه. ولكن كديريها في يد الله. كاين اللي كيشري في السكن الاقتصادي وكيصدق ليه، وكاين اللي ما كيصدقش ليه وكيندم صراحه. غير حاولي تسولي وتقلبي مزيان قبل ما تشري. سؤال واحد اخر، شحال لابارتمون ديالك فيها من متر؟ واش لو بري وشحال لو بري ديالها؟ المهم هذا السؤال جاوبت عليه. ندوزو سؤال واحد اخر، هنايا شحال تقامت عليك لابارتمون ديالك كامله بدون اصلاح؟ لابارتمون تقامت كامله. مهم بالنسبه لابارتمون الثمن ديالك كما قلت لكم 25 مليون زائد لي فري ديال النوتير والسانديك وداكشي. المهم انا باش نقول لكم، باش تكونوا الناس اللي غادي يشريو في السكن الاقتصادي، انا نقول لكم شنو اللي غادي يخصكم. اول حاجه كتخلصي الثمن ديال لابارتمون 25 مليون، سواء كتخلصيه كاش سواء كريدي. من بعد كتخلصي لي فري ديال النوتير. لي فري ديال النوتير اللي كيكونوا همايا 2.5 مليون، ما عرفتش يمكن على حساب كل واحد كل بروجي. المهم حنا كنا خلصنا 2.5 مليون. كتخلصيها هذيك ماشي كريدي، ضروري كتحطيها زعما كاش النوتير. ومن بعد السانديك، السانديك على حسب كل بروجي وشحال كيكون السانديك. بالنسبه لينا حنايا خلصنا عامين ديال السانديك، كانت جات فيها 3600 درهم. بالنسبه للسانديك كيختلف على حسب البروجي، كل بروجي وشحال كيكون في السانديك. عاد من بعد كتدخلي المكانه ديال الماء والضو وصافي، هادشي اللي كيكون. يعني الا جينا بلا ما نهضروا على الفلوس ديال السانديك والفلوس ديال المكانه ديال الماء والضو، غادي تقام عليكم لابارتمون ب 27.5 مليون، يعني بلا فري ديال النوتير وبالثمن ديال لابارتمون. دونك ندوزو لهاد السؤال، واش الدار اللي واخده فيها صالون ولا لا؟ حيت ما عمرني شفته في لي فيديو. اه حبيبه ديالي، ديما كيجيني هاد السؤال كيقولوا لي واش عندك. عرفتي جوج ديال الاسئله كانوا كيجيوني. السؤال الاول، فاش كنت كنصور معاكم غير بيت نعاس وبيت الكلاس، بيت الكلاس هو اللي انا جالسه فيه دابا. بالنسبه للبنات اللي اول مره غيشوفوا هاد الفيديو هذا، ديما كانوا تيقولوا لي البنات واش ما عندكش بلاكار، حيت ما كنشوفوش، وانا البلاكار كنحطاه في البيت الثالث. واش ما عندكش صالون؟ لا البنات، راه عندي صالون وتبارك الله زعما ماشي صغير وماشي كبير، صالون زوين غادي ان شاء الله نشارك معاكم. ولكن غير حيتاش ما نفرش داكشي علاش معمرني ما شاركته معاكم، نشارك معاكم ان شاء الله الصالون. المهم ندوز سؤال واحد اخر، هذا الفيديو البنات غادي يكون شويه طويل، ولكن بغيت نجاوب على الاسئله كاملين باش يبقى هذا الفيديو اي واحد حتى شي سؤال يلقى جواب ديالو في هذا الفيديو هذا. قالت لي انا وحده من اللي سولوك فين نقدروا نلقاو السكن الاقتصادي بثلاثه ديال لي شومبر وجوج ديال لي دوش. مهم بالنسبه للسكن الاقتصادي، الا بغيتي ثلاثه ديال لي شومبر وجوج ديال لي دوش، يعني خصها تكون لابارتمون كبيره يعني فايته 50 متر، ضروري خصك تخرجي على المدينه. بالنسبه لكازا ضروري غتشوفي مثلا بحال مثلا بوسكوره دار بوعزه، يمكن حتى هي فيها لي زابارتمون هكايا. الا كنتي بنت كازا، اما باش تلقاي في كازا امبوسيبل تلقاي في كازا الدار فيها ثلاثه ديال لي شومبر. لي زابارتمون اللي كاينين في وسط كازا راه هما، وميم بوسكوره خصك تكوني بعيده شويه على السونتر، حيت انا البنات راه جيت شويه بعيده على لو سونتر ديال بوسكوره، ماشي في السونتر ديال بوسكوره. ندوز لسؤال واحد اخر، من كيلومتر بينها وبين كازا السونتر؟ والله يدخل عليك بالصحه وباش ما كتمنيه. شكرا حبيبه ديالي لهلا خطيك. شحال من كيلومتر ما بيني وبين كازا؟ خصكم تعرفوا بان اقرب بلاصه ليا هنايا لهذا هنا هي سيدي معروف. سيدي معروف راه يمكن وقال نقول لكم شي 5 دقائق ولا 10 دقائق كنوصل ليه. راه بوسكوره راه ما بعيداش بزاف على كازا. بالنسبه مثلا نعطيكم اكزامبل، انا ما بيني وبين سباته فين كنت انا ساكنه قبل ما نتزوج كاينه واقيله شي 25 ولا شي 29 كيلومتر فحال هكاك. المهم كازا وبوسكوره راه حدا بعضياتهم، دليل على ان كاينين الطاكسيات البلاصه اللي كيكونوا قرابين لبعضياتهم، لان اصلا بوسكوره راه محسوبه على كازا. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، بوسكوره راه محسوبه على كازا. اوكي ندوز لسؤال واحد اخر، واش بصح السكن الاقتصادي كيكون البني تاعو صعيب ما صحيحش؟ وبشحال تقامت عليك الدار واش كانت مصلوحه؟ بالنسبه لصحيح واش صحيح ولا ما صحيحش، انت اختي وزهرك البروجي اللي كطيحي فيه. بالنسبه ليا انا الحمد لله ما لقيت حتى شي ديفو ف
في الدار ديالي ما لقيت حتى شي ديفو، يعني ما صلحتش شي ديفو، ولكن كاينين الناس معانا لقاو ديفوات في الماء، في شحال من حاجه، في الحمام وداكشي، غير انت وزهرك صراحه. وبالنسبه شحال تقامت عليا، واش كانت مصلوحه ولا لا، ماشي ما نقولوش كانت مصلوحه وما نقولوش ما كانتش مصلوحه، كانت عادي يعني. تقدري تجي تسكني فيها تصبغي وتسكني فيها، اهم حاجه هي الصباغه، حيت ما يمكنش تجلسي في دار مصبوغه بالكاوتشو، لانه الا حطيتي غير يدك على الحيط غتطبي عليك. مهم البنات، اغلبيه ديال الاسئله كانوا معاودين بزاف، انا كنحاول ننقذ الاسئله اللي كانوا معاودين. اخر سؤال اللي غادي نجاوب عليه هنايا، قالت لي صوري لينا الدار كامله وحتى الصالون وقول لنا واش باقين كاينين بحال في الصاله ديالك وفين جاو. بالنسبه للبروجي اللي انا ساكنه فيها البنات، راه كلشي تباع. الا بغيتي تشري خصك تشري من عند شي واحد اللي ديجا هو شاري لابارتمون، ما غيبيعش لك ب 25 مليون، ولكن كنظن انهم كيبنيو البروجي سميتو ديار الحمد، تقدري تقلبي عليه، كنظن انهم كيبنيو مازال شي حاجه جديده. وبالنسبه للدار كامله، صراحه باش نجيكم الصراحه، انا ديما باغا ندير معكم جوله وديما كنت كنقولها لكم، ولكن كنت باغا حتى نفرش الصالون. بزاف ديال الناس كيقول لي صوروا لي الدار كامله. انا دابا بغيت نخلي لكم سؤال وجاوبوني عليه في لي كومونتير باش نعرف واش تبغيو نصور لكم الدار كامله وخا الصالون خاوي وحتى نفرش الصالون من بعد ونعاود ندير معكم جوله واحده اخرى، ولا نصور لكم غير الصالون بوحدو، ولا نخلي اختي تفرش الصالون ونصور عليكم كامله. المهم غادي نتسنى الجواب ديالكم في لي كومونتير. كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله كاملين اللي وصلوني. سمحوا لي الا نسيت شي سؤال كنتو سولتوني عليه وما جاوبتوش. اللي عنده شي سؤال اخر تخليه لي في كومونتير، غادي نجاوبك عليه في كومونتير، ولا كانت شي حاجه فيها هكايا ما نشرح لك كتر، نجاوبك في انستغرام، صيفط لي ميساج في انستغرام نجاوبك عليه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. شكرا للبنات كامل اللي ديما كيشجعوني وكيخليو لي تعاليق زوينه، كنتمنى صحباتي الزوينات اللي واخا ماشي مهتمين بهذا الفيديو يخليو لي تعاليق ديالهم، لان انا عارفاكم ماشي كلكم انتريسي بهذا لو سوجي هذا ديال السكن الاقتصادي. كاينين بنات بزاف متبعيني ما عندهم حتى شي علاقه بالسكن الاقتصادي وما ساكنينش فيه، ولكن انا درت هذا الفيديو تحت طلب بزاف ديال البنات. كنتمنى تخليو لي التعاليق الزوينه والقلوب يا اختي بحال ديما. كنقول لكم بسلام عليكم، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.